باشمهندس محمد، من ضمن حسنات انشاء سد زي جوليس نيريري هنا في تنزانيا انه كمان بيساعد على تطوير البنيه التحتيه وشبكه الطرق بالذات. الكوبري الموجود هنا ضمن البانوراما الخاصه بسد جوليس نيريري، فالمواصفات دي في الكوبري ده لانه في مكان يعتبر محميه طبيعيه، ايه مواصفاته؟ مواصفاته اللي هو بيربط من الليفت للرايت لتعديل اجزاء التوربينات الموجوده للباور هاوس. بالنسبه لعرض الكوبري المتواجد امامنا دلوقتي 12 متر، العرض 12 متر طوله 250 متر، الجزء اللي موجود اعلى النهر 120 متر، الجزء اللي اخر النهر موجود 65 متر في الليفت وفي الرايت. هو هنا احنا مفروض بنعدي النهر لانه مفيش وسيله تانية لتعديه النهر غير قمه الكوبري. تمام، مفيش وسيله، هو في وسيله لتعديه النهر بس كبيره، مش هعرف اعدي اجزاء التوربينات بسبب الجبال والصخور الموجوده. فتم انشاء الكوبري لربط من الليفت للرايت لتعديه الاجزاء الخاصه بالتوربينات الموجوده للباور هاوس. حموله الكوبري، الحموله بتاع الكوبري 220 طن، اكبر اجزاء التوربينات الموجوده في الباور هاوس 120 طن. تم انشاؤه لتعديه الاجزاء التوربينات الموجوده. طيب احنا خدنا فيه وقت قد ايه عشان نصل للنتيجه دي؟ لا انا ماشي تبع ان شاء الله ماشيين تبع البرنامج الزمني. باشمهندس، يمكن عشان طبيعه المنطقه هنا جغرافيا منطقه رخوه شويه، لان هي انت بتبني فوق نهر والارض طينيه، فاكيد انت نزلت الاعماق شويه عشان تبني القواعد بتاعه الكوبري. تمام، انا نزلت هنا، موجود هنا قاعدتين في الليفت وفي الرايت. القاعده طولها 26 متر، عرضها 22 متر، اشتغلت فيها 32 خازوق، طول الخازوق 32 متر، 30 متر، عرض الخازوق 1.20 متر. قابلنا صخور كتيره جدا بالنسبه للحفر الخوازيق، وبعد كده خلصنا الخوازيق انتقلنا الى المرحله التصميم القاعده. خدنا حفرنا القاعده اللي هي ال 22 في ال 26 متر بارتفاع 3 متر باجمال الحديد المتواجد جوه الموجود في القاعده 1200 طن، وكميه الخرسانه المتواجده في القاعده 620 متر خرسانه. في مراحل انشاء، بعد الانتهاء من مراحل انشاء القاعده، تم اللجوء الى انشاء العمود المخصص للكوبري. عرض العمود المتواجد حاليا في الموقع 6.26 في ارتفاع السيجمنت 5 متر. الاجمالي الحطه الموجوده امامنا 5 متر اللي بيتم فيها كميه خرسانه الموجوده، كميه الخرسانه الموجوده 140 متر، عدد 38 طن حديد متواجد في السيجمنت. اجمالي العمود ارتفاعه 50 متر، اجمالي العمود ارتفاعه 50 متر. بعد انتهاء مراحل العمود تم تركيب منطقه الاسطمب لانشاء الجزء المصمت الخاص بالكوبري، وتم اللجوء الى الوحدات الهندسيه. اشتغلنا، ما ينفعش نقدر نشتغل شده معدنيه لانه يوجد نهر اسفل الكوبري، لجانا الى العربات المتحركه كانتيليفر كارج، وعرض وطول العربيه 5 متر. دي تكنولوجيا جديده، تعتبر تكنولوجيا جديده في تصميم الكوبري. باشمهندس محمد، يعني زي باقي المهندسين هنا انت اكيد اشتغلت في مشروع كبير في مصر خاص بالكباري في الحاله بتاعتك دي. اظن برضو ان احنا اكتسبنا خبر كتيره جدا في انشاء الكباري، في التصميم والتنفيذ وسرعه التنفيذ. اشتركت في كذا مشروع، منهم محور الروض الفرج، الاتحاديه، مصطفى النحاس، العروبه، ترعه الزمر. ما شاء الله، يعني كلها كباري كبيره، يعني عروض الفرج اعرض كوبري في العالم دلوقتي، فبالتالي نفس الدقه ونفس الخبره اللي خدناها في مصر هي اللي بنعملها هنا في تنزانيا. بيتم نقل الخبره هنا في دوله تنزانيا. طبعا احنا عارفين عروض الفرج هو 94 متر العمود، انا العمود اللي هنا 50 متر، فخبرات كبيره اكتسبناها في محور عروض الفرج، فجايين هنا ننفذها ان شاء الله في تنزانيا، في دوله تنزانيا.